السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلاب الصف الثامن، الله يعطيكم العافيه. اليوم راح نقوم ان شاء الله مع بدايه الوحده الثالثه وهي عن المثلثات. طبعا اول درس راح يكون معنا اللي هو خصائص المثلث واحد، يعني اول مجموعه من خصائص المثلث راح ناخذها اللي هي عندنا ثلاث خصائص، للمثلث. اول خاصيه من خصائص المثلث أن يكون مجموع طوليها أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع التالي، حتى أنا أحكم على هذا المثلث إنه أضلاعه هاي أضلاع مثلث، لازم تكون دائما مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع التالي، يعني أعطاني أضلاع مثلا قال لي عندك أضلاع مثلث مثلا 4 8 9، هل تشكل هاي أضلاع مثلث؟ باجي شو بسوي أنا؟ بجمع كل ضلعين وبشوف إذا كان كل ضلعين أكبر من التالي معنى هذا أضلاع مثلث. إذا كان في ضلعين جمعتهم وضلعوا زي أو مساوي للضلع الثالث أو أقل منه ليست أضلاع مثلث، إذا الشرط أن يكون مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع الثالث، نيجي على المثال، طلع المثال الأول. هل تشكل الأطوال 5 و8 و10 أضلاع مثلث؟ طب بدي أنا أحكم عليها، كيف بدي أعرف أنها أضلاع مثلث؟ خمسة زائد 8 قديش 5 زائد 8 13 أكبر من 10، هاي الأولى، خلصنا الأولى. الشيء الأول طلع، نيجي على الثاني، 5 زائد 10 ويساوي 15، ال 15 أكبر من 8، بس طلع الثالث، إذا كمان لحتى أسوي ممتاز. نيجي على الأخيرة، 8 زائد 10 ويساوي 18، وال 18 أكبر من 5، إذا هاي تشكل أضلاع مثلث، لأن مجموع كل طولين أكبر من الثالث، إذا كل مجموع اثنين جمعتهم طلعوا أكبر من الثالث، معناته هذول أطوال مضلع، إذا هاي تعتبر أضلاع مثلث. نجي على المثال الثاني، هل تشكل 9 و4 و3 أضلاع مثلث؟ نفس الشيء اللي نحكي، 9 زائد 4 ويساوي 13، وال 13 أكبر من الضلع الثالث، أكبر من 3، لحتى تساوي 3. طيب 9 زائد 3 ويساوي 12، وال 12 أكبر من 4، كمان لحتى تساوي 3. نيجي آخر شيء نجمع 4 و3، 4 زائد 3 يساوي 7، طب 7 أكبر من 9؟ مش أكبر من 9، أقل من 9، إذا هاي لا تشكل أقل من 9، إذا لا تشكل أضلاع مثلث، لأن الضلعين 3، 4، و3 أقل من الضلع الثالث، إذا لأن مجموع الضلعين 4 و3 أقل من 9 اللي هو الضلع الثالث، إذا هاي لا تشكل أضلاع مثلث، وحتى لو تساوى مثلا جمعت 2 وساوى الثالث كمان لا تشكل، لازم يكون أكبر، وهون الشرط أن يكون مجموع طولي أي ضلع مثلث أكبر من الثالث، لا هو أقل ولا يساوي، لازم دائما أكبر. طيب واضح الآن أسهل ممكن. نيجي الآن على الخاصية الثانية، الضلع الأكبر في المثلث يقابل الزاوية الكبرى، معروف دائما أي ضلع كبير بيقابل الزاوية الكبرى، والضلع الأصغر يقابل الزاوية الصغرى، سهل جدا، بيجي بيحكي لك حدد في المثلث أي الضلعين أي الأضلاع الأكبر والأصغر، تيجي تطلع وين الزاوية الكبرى؟ هي الزاوية الكبرى 80، إذا الضلع المقابل إلى هذا ألف جيم هو الأكبر، إذا الضلع ألف باء، هو الضلع الأكبر لأنه يقابل الزاوية الكبرى، هاي الكبرى، هاي أكبر واحدة، 80،
هو ألف جيم مثلا، هنا ألف جيم يعتبر إيش؟ يعتبر الضلع الأكبر. طبعا الضلع الأصغر، وين أصغر زاوية؟ هاي أصغر زاوية 30. الضلع المقابل لها ألف باء، إذا ألف الضلع ألف باء هو الضلع الأصغر لأنه يقابل الزاوية الصغرى، لأنه يقابل الزاوية الصغرى، هاي الضلع. طيب نيجي على الثاني، برضو عندي وين الزاوية الكبرى؟ هاي 90، وين الضلع المقابل لها؟ ها س ع. إذا الضلع س ع، الضلع س ع، الضلع س ع هو الضلع الأكبر لأنه يقابل الزاوية الكبرى، هاي 90 درجة، هاي أكبر زاوية، وهذا الضلع المقابل لها معروف دائما أن الضلع المقابل للزاوية الكبرى هو الضلع الأكبر. طيب وين أصغر زاوية عندي؟ 40. إذا الضلع س ص، الضلع س ص هو الأصغر لأنه يقابل الزاوية الصغرى. خلاص معروف دائما لما يعطيك مثلث ويقول لك حدد لي وين الضلع الاكبر وين الضلع الاصغر، مباشره تيجي تحكي الضلع وين الضلع وين اكبر زاويه، هي 30. اذا هذا المقابل لها هو الاكبر، وين اكبر زاويه 30، اذا الضلع المقابل لها هو الضلع الاصغر. نفس الشيء هون، وين الزاويه الاكبر 90، الضلع المقابل لها هو الضلع الاكبر، وين الزاويه الاصغر 40، الضلع المقابل لها هو الضلع الاصغر. ممكن يعطيني العكس، يعطيني اطوال مظله، يعطيني هون 10 وهون 5 وهون 14، بتطلع بحكي لك وين الزاويه الكبرى؟ هاي 14، اذا الزاويه اللي قبل هي الزاويه الكبرى. نفس الشيء العكس يعني، هون الضلع الاصغر، هاي الزاويه اللي بتكون قبل هي الضلع ايش؟ هي الزاويه الصغرى، هي الزاويه الصغرى. طيب نيجي الان على الخاصيه رقم 3، المثلث متطابق الضلعين. معروف دائما في عندنا انواع المضلعات 3 انواع، اما متطابق الاضلاع يكون كل اضلاع متساويه، واما متطابق الضلعين يكون بس في ضلعين متطابقات، واما مختلف الاضلاع ولا ضلع متساوي مع الثاني، يكون مختلف الاضلاع. هون الخاصيه هاي بتخص المثلث متطابق الضلعين. المثلث متطابق الضلعين، اولا زوايا القاعده دائما متساويه، الزوايا القاعده اللي تحت دائما متساويه، يعني هاي زاويه الراس هذول اسمهم زوايا القاعده، طلع هذول ضلعين متساويان، هذا اسمه مثلث متساوي ضلعين. الزوايا اللي تحت هذول الابعاد عن الزاويه الراس هذول اسمهم زوايا القاعده، هاي وهاي اسمهم زوايا القاعده، هاي دائما هاي بتكون متساويه، اذا الزوايا القاعده متساويه، اذا قال لك هاي 50 بتكون هاي 50، قال لك هاي 40 هاي 40، دائما متساويه. القصية يعني القطعة الواصلة بين رأس المثلث إلى منتصف، طلع هنا منتصف، إلى منتصف القاعدة دائما تكون عمودية، وبما إنه معطيني إنه هنا هاي تساوي هاي معناته منتصف، إذا هاي الزاوية شو تكون؟ 90 درجة، لأنه عمودية تكون عمودية عليه وتنصف كمان زاوية الرأس، بما إنها تنصف زاوية الرأس، هاي 55، شو راح تكون هاي؟ راح تكون 55، وايش راح تكون 90، 90 و55 145، شو صار عندي هون؟ 35، 45 عفوا، 45. إذا بتكون عندي هون القاعدة الثالثة، العمود النازل من رأس المثلث، عمود إذا كان عمودا، شو معنى عمود؟ إذا قال لك عمود يعني بتكون 90 درجة هون، إذا معطيك هاي 90 درجة معناته عمود، العمود النازل من رأس المثلث على القاعدة ينصفها وينصف زاوية الرأس، خلص إذا قال لك هذا عمود حطك هون 90 درجة معناته عمود، الزاوية القائمة تعني إنه هذا عمود، ليش؟ هذول اسمهم مستقيمين متعامدين، ليش؟ لأن تشكل بينهم زاوية قائمة اللي هي 90 درجة. إذا كان عمود هذا الضلع راح يسوي شغلتين، أول شيء راح ينصب القاعدة، يعني هاي ما كانت هيك مثلا نقول لك هذا عمودي، على طول مباشرة تحكي هاي بتساويها، ونصب زاوية الرأس كمان، نصب زاوية الرأس.
إذا هذه الخصائص التي أخذناها كل خصائص تتعلق بإيش؟ تتعلق بالمثلث اللي هو متطابق الضلعين، وهنا في المثلث بشكل عام اللي هي مجموع أي طولين في المثلث دائما لازم يكون أكبر من الثاني، يعني أعطاك مجموعة مثلا أطوال قال لك حدد أي أطوال الثانية تمثل أو تشكل أضلاع المثلث، تيجي تساوي تأخذ كل ثلاثة لحم بتجمع كل اثنين لازم يكونوا أكبر من الثاني، جمعنا 5 مع 8 طلع 13 أكبر من 10، جمعنا 5 مع 10 طلعت 15 أكبر من 8، جمعنا 8 زائد 10 طلعت أكبر من 5 طلع الثالث، إلى هذا الشكل أضلاع المثلث، طلعهم 9 زائد 4 13 أكبر من 3 ماشي، 9 زائد 3 12 أكبر من 4 ممتاز، لكن 4 زائد 3 طلعت 7 والسبعة مش أكبر من 9 أقل من 9، إذا هاي لا تشكل الله مثلث، لا تشكل الله مثلث، هون نفس الشيء، الضلع الأكبر في المثلث دائما أي مثلث، أي مثلث دائما الضلع الأكبر يقابل الزاوية الكبرى، والضلع الأصغر يقابل الزاوية الصغرى، والعكس الزاوية الكبرى تقابل الضلع الأكبر ممكن يعطيك الله مثلا، كل واحد كبير، واحد أصغر، دائما كل زاوية كبرى تقابل الضلع الأكبر، تقابل الضلع الأكبر. والزاوية الصغرى أو الضلع الأصغر يقابل الزاوية الصغرى، ممكن يعطيك أضلاع أطوال أضلاع تحدد له عن الزاوية الصغرى، وممكن يعطيك زوايا وتحدد له أن الضلع الأكبر والضلع الأصغر، نفس الشيء. طيب هنا نفس الشيء. آخر شيء اللي هي المثلث مطابق الضلعين، زوايا القاعدة دائما متساوية، دائما متساوية، قال لك هذا مثلث. وقال لك متساوي الضلعين، متطابق الضلعين. وأعطاك هاي الزاوية فوق 80. طيب احنا ما بنعرف انه زوايا القاعدة شو مالها؟ متساوي، خلص بنحكي 180 المثلث كله قديش؟ 180 180 ناقص 80 قديش؟ 100، وبما انه متساوية نقسم على 2 100 تقسيم 2 50، إذا هاي 50 وهاي راح تكون 50. لو قال لك كمان مثلث زي هيك، هذا كمان مثلث متساوي الضلعين، وقال لك هون مثلا 60، طيب 180 ناقص 60 قديش؟ 120، ونقسم ال 120 تقسيم 2 بيطلع عندي 60، إذا هون كمان 60 تكون هون 60، نفس الشيء، إذا دائما زوايا القاعدة في المثلث متساوي الضلعين دائما متساوية، قال لك هاي مثلا ممكن ما أعطاك 80 زي وقال لك مثلا هاي 70، قديش باقي الزوايا؟ طب هذا المثلث شو ماله؟ مثلث متساوي الضلعين، إذا هاي شو راح تكون؟ 70 70 70 140 شو ضرب 80 هاي 40، إذا أنا أستطيع إني أعرف كل الزوايا من خلال زاوية واحدة إذا أنا فهمت الخصائص المتعلقة بالمثلث، بنكون هيك أخذنا مجموعة هاي الخصائص، والحصة القادمة راح إن شاء الله نحل عليها كمان أمثلة ونحل عليها التمارين والتدريبات والله يعطيك العافية.